حكومة تصريف أعمال، وبالنسبة لرئيس الحكومة يعني ما عنده شغل عمل، بس ملتهين منه الكتلة الأكبر ومنه رئيس الوزراء، والآن هو تفكيره وهمه الوحيد هو كيف الحصول على الولاية الثانية، وهاي الوعود مالته كلها وعود كاذبة، هي مجرد تخدير وأوهام للحكومة تصريف أعمال، منتهي الولاية لا يملك أي شيء وليس له أي صلاحيات. فنحن اعتدنا على مثل هذه الوعود وعرفنا حقيقتهم، ولا يمكن أن نستجيب أو يعني نرضخ لمثل هكذا وعود، ونحن نعرف بأنه الحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية. طلب تحقق على الأرض، لا المبالغ لثلاثة تريليون ولا الدرجات الوظيفية ولا معالجات المياه، أي مطلب ما تحقق، فقط وعود. من المسلمات، هاي من المسلمات، الماي والكهرباء عيب علينا نطالب، هاي من المسلمات. أقول لك قانون، أريد أعيش كمواطن، أريد أعيش كأنا أعيش بدولة، أريد أعيش أحس بقانون، أنا من أمشي بالشارع أنا محترم، أريد أحس بأمان. أبناء البصرة جميعا، هذا ونظم عدد من